السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا في احسن صحة واحسن حال، والولاد يكونوا بخير. النهاردة حابين نتكلم في موضوع مهم وجديد، موضوع الاسهال. احنا عندنا فترات دخول الصيف وفترات تغير الاجواء، دي احيانا بيصاحبها بعض حالات النزلات المعوية، وممكن تبقى نزلات ميكروبية او ممكن من اللخبطة اللي بتحصل في تنوع الاكل في الفترة دي. لاحظوا انه مع دخول الصيف بتبتدي الحركه والنزول تزيد، مع ان في حظر وكده بس في حركه. تنوع الاكل في الصيف غير عادي. يعني ايه تنوعه غير عادي؟ يعني عندك في الصيف مثلا ايس كريم، عندك خوخ، عندك بطيخ، عندك مشمش، عندك عنب، عندك بلح، عندك تين شوكي، عندك وتنوع بقى، يعني ايه اكتر من وجبه واكتر من اكل. فالجسم بيبقى ماشي بانتظام طول السنه، وبيجي في الفترات دي التنوع ده ممكن يعملوا لخبطه شويه، واللخبطه دي مع بعض وجود درجات حراره عاليه ممكن الاكل حفظه وتداوله وتناوله يبقى مش كويس. حتى الحاجه جوه الثلاجه ممكن تكون بتخسر وتبوظ وتعمل مشاكل. حتى الاكل اللي بيقعد شويه كنا بنسيبه وقت مثلا ساعتين ثلاثه وناخده بقى بالليل او ناخده ثاني يوم او الثلاجه برضه بيبوظ. وبالتالي في الصيف بالذات حاول الريسايكلينج بتاعك يكون عالي شويه. يعني ايه؟ ما تحاولش ان انت تركن اكل او تاخد اكل بايت او تجيب اكل من مكان مكشوف او الحر بيأثر جدا على الحاجات دي وبيعمل مشاكل جامده. اللي موجود اليومين دول معظمها بعضها فيها ميكروبات بسيطه وبعضها لخبطه اكتر منها ميكروبات، لكن لما بيحصل لخبطه نتيجه الاكل وتنوع و او بيحصل نوع من انواع سوء الهضم او بيحصل نوع من انواع حساسيه الطعام عند بعض الناس نتيجه تنوع الاكل الكتير ده، هيجي له شويه اسهال يوم او يومين ويروح، مش هيعمل سخونيه ومش هيبقى معاه ترجيع. احنا النهارده هنتكلم اكتر على الترجيع اللي هو نزله معويه وفيها ميكروب، فيها حراره وقيء واسهال، حراره وقيء واسهال مع بعض. طيب هو الاسهال ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن رد فعل من الجسم للتخلص من شيء هو مش عايزه. يعني الشيء ده ممكن طعام فاسد او بكتيريا او فيروس او ميكروب او حساسيه، فبيبتدي يضخ كميه من السوائل عشان يغسل المكان. انا اسف في التشبيه، زي ما حضراتكم يكون على الارض حاجه مش نظيفه، غالبا انتوا بتجيبوا ميه وتمسحوها علشان تغسلوها وتنضفوا، مش بتجيبوا سجاده وتغطوها. عشان كده حتى لما نيجي نعالج الاسهال احنا ما بنغطيش الاسهال او نداريه، ما نديش ماده تمسك البطن، ماده توقف الاسهال خالص، ندي ماده تطهر وتنظف البطن مع يعني ترك الوظيفه الرئيسيه للاسهال تشتغل، لان الاسهال رد فعل مناعي مهم من الجسم للتخلص من ميكروب، ما وقفوش، اسيبه ينظف، لكن عوض السوائل. هي دي النقطه الفنيه والمهمه، مهم جدا جدا اثناء الاسهال واثناء الترجيع واثناء النزلات المعويه تعويض كميه السوائل المفقوده، ودي هنقولها نعملها ازاي. يبقى احنا عندنا عمليه فقد للسوائل نتيجة الإسهال ده لغسيل المكان، علشان الجسم بيحاول يتخلص مما لصق علق به. يعني مثلا حاجة جت على الأغشية بتاعت الأمعاء فيها بكتيريا، فيها فيروس، فيها حساسية، فيها حاجة يطردها الجسم، يقوم يزود السوائل اللي بيضخها عشان يغسل المكان ويزود حركة الأمعاء، يقوم يتخلص منها بسرعة، وكذلك القيء برضه. تمام؟ طيب عند حديث الولادة الموضوع مختلف شوية، لأن أحيانا كتير جدا في اليومين دول مع الولادات الناس تيجي تقول لنا بص الولد بيبي مولود عنده يومين ثلاثة وعنده إسهال شديد. لا، البيبي لما بيتولد بينزل العقيل أو التعقيبة اللي هي السودة دي، واخدين بالكم؟ ودي بتبقى تقيلة وسودة، ودي عبارة عن براز التسع شهور بتوع الحمل، ثم بعد كده تبقى خضرة وتبتدي كلين شوية، ثم يجي البراز الطبيعي اللي هو في اليوم الثالث أو الرابع، عبارة عن براز أصفر سائل وكل ما يرضى يعمل، براز أصفر وسائل وكل ما يرضى يعمل، وفيه بعض الحبيبات. الناس لما بتشوف الكلام ده بتتخض وتفكروا اسهال، وهو مش اسهال. فدي برضو ظاهره من الظواهر اللي احنا بنقبلها، شكلها اسهال بس هي مش اسهال عند براز حديثي الولاده. تمام؟ طيب انا ابني عنده اسهال، ابني عنده قيء، عنده حراره، عنده، امتى انزل للدكتور او اروح المستشفى في ظل الظروف اللي احنا فيها دي؟ كمان ممكن الناس تتردد شويه. هتنزل للدكتور في احوال هنقولها لازم لو الاسهال ده مع قيء مستمر لا يتوقف. القيء مع الاسهال ولا يتوقف يعني تمام. لما يجي ترجيع واسهال الهدف الرئيسي عندنا في العلاج ايه؟ اوقف الترجيع. الاسهال ما بوقفوش زي ما شرحنا في الاول عشان ده بينظف. طب القيء بقى اعمل فيه ايه؟ ممكن انزل اخد حقنه، ممكن ادي حاجه تهدي المعده، هنحاول نوقف القيء. لو القيء لم يتوقف ده واحده من الريد فلاجز اللي هي علامات الخطر او العلامات الحمراء او العلم الاحمر اللي احنا لازم ننزل فيه ونلجا للخدمه الطبيه، ان هو ايه؟ الطفل عنده اسهال وعنده قيء لا يتوقف. تمام كده؟ تمام. ارتفاع حاد في الحرارة ومستمر. هو كان جاي بإسهال وترجيع وبقى الحرارة علت قوي وبدأت تظهر، لازم أنزل، لأن ده معناه إن في بكتيريا أو فيروس أو ميكروب قد يحتاج حقن أو مضاد حيوي أو أيا كان اللي هياخده. تمام؟ يبقى وجود الحرارة العالية جدا المستمر اللي ما بتستجبش مع الإسهال مع القيء هنزل أسأل دكتور أو مستشفى.
لو في دم في البراز، لو في دم في البراز، ويا سلام بقى لو في دم في البراز ومعاه مغص شديد متكرر زي الطلق كده، الم 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 ويروح، الم الم ويروح ودم، لا ده ممكن ما يكونش خالص نازله وما يكونش اسهال، ممكن تبقى حاجه تلبك معوي وممكن تحتاج عمليه. موضوع تاني خالص، يبقى الحراره والقيء والالام الشديده في البطن والبراز المدمم المخاط اللي فيه دم جامد، تمام. عدد مرات البول بتقل قوي، طبعا طبيعي عشان في اسهال وفقد سوائل، الجسم ما بيحاولش يتخلص من السوائل فبيقلل البول. لكن لو البول قل جدا مع وجود علامات عطش شديد، مع وجود لهفه على الميه، دي علامات جفاف، دي لازم انزل، دي لازم انزل. اللهفه على الميه، البول قليل جدا، عدم التركيز، الريتابيليتي يعني الطفل عمال يصوت ويعيط ومش طبيعي بزياده، ده برضو من العلامات اللي لازم يكون ايه انزل بيها. وهنا ما ينفعش ان انا في وسط كل ده اعتمد على علاج في البيت او علاج من الصيدليه او اسال اونلاين. العلامات دي علامات خطر، مع النزلة المعوية والإسهال لازم نتحرك فيها وننزل لأقرب دكتور أو مستشفى أو مستوصف قريب منه. طيب لما نيجي نتعامل مع الإسهال وأثناء الإسهال، من الحاجات المهمة جدا محلول معالجة الجفاف، ده الكورنر ستون بتاع الموضوع. محلول معالجة الجفاف كيس على 200 سم مية، وفي أنواع منه كتيرة، في بالبرتقال وفي بالزنك وفي 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 أيا كان النوع. حاول بس عشان هو طعمه مش مستصاغ قوي، الاطفال ساعات بترفضه، ان انت تحاول تدهوله بالمعلقه او بالقطاره، ويا سلام لو اتعمل على ميه بارده، بحيث ان انت بتدي معلقه وتستنى شويه معلقه وزي ما هو عايز، عدد المرات مفتوح ما فيهوش مشكله ككوبايات يعني. لكن ما ياخدوش مره واحده، لان لو خدوا مره واحده بلهفه هيرجع. يعني كوبايه المحلول ده عايزه من ساعتين لثلاث ساعات لاربع ساعات مستمرار، معلقه واستنى، معلقه واستنى، معلقه واستنى، دي مهمه قوي، ده بيعود الجسم كويس. طب في اكل معين ممكن ان احنا نستعمله يساعد؟ في حاجات كتيره جدا جدا جدا. من الحاجات المستحبه اثناء الاسهال ان احنا الرضاعه الطبيعيه تزيد جدا، ولو بياخد لبن صناعي يا ريت توقفه، مش مشكله طالما بيرضع طبيعي معاه، طالما بيرضع طبيعي معاه. لكن لو لبن صناعي كنا زمان بيغيروا اللاكتوز فري، منزوع اللاكتوز حاليا او لا، لكن لو انا شايف ان مش هيتصلح على اللبن ومستمر الاسهال، ممكن اعدي لاكتوز فري مؤقت في الوقت ده، لان اللاكتيز انزيم اللي هو بيهضم اللاكتوز بيبقى قليل مع النزله المعويه شويه احيانا. لكن الجايد لاينز الجديده بتقول لا، ممكن ما تغيرش الفورمولا واللبن يعني، تمام. ميه الرز مهمه جدا، حياتي بتجيب نتائج هايله جدا. رز يتغسل ويتغلى واصفيه واخد ميته، ماشي. شوربه الرز، شوربه الخضار، بطاطس، كوسه ممنوعه، لكن ادي جزر، ادي بطاطس، بلاش كوسه، يعني شوربه خضار بدون كوسه. الميه المعدنيه مفيش مشكله، ميه من الحنفيه مغليه مفيش مشكله. لو اديت عصير تفاح فريش او رمان فريش او جزر او شاي خفيف من غير سكر، شاي خفيف من غير سكر، جزر، بطاطس، تفاح، رمان، كل ده من الحاجات المستحبه كاكل اثناء ايه الاسهال. وقلنا من الحاجات الكويسه جدا موضوع ميه الرز وموضوع البطاطس المسلوقه والجزر والتفاح وخلافه، تمام. مش مستحب خالص ان انا احط اي سكر او اي تحليه، مش مستحب خالص ان انا استخدم السيفن والبيبسي والحاجات اللي زي كده او العصائر الجاهزه. العصائر الجاهزه ممنوعه لان فيها سكريات وهتزود الاسهال جدا. العصائر الجاهزه من السوبر ماركت تزود الاسهال جدا. العصائر تتعمل في البيت فريش ومن غير سكر، تفاح او جوافه او موز، جزر، بطاطس، الحاجات المسلوقه مفيش اي مشكله، تمام. طيب ممنوع ان انا ادي المحلول على 7 او ادي 7 اب او ادي بيبسي او ادي الكلام ده، المياه الغازيه كلها والعصائر الجاهزه ممنوعه، ماشي. الجوافه والرمان مهم قوي، حمص الشام ساعات بنديه كويس جدا، مكرونه بيضه من غير صلصه ماشي، لسان عصفور، رز مسلوق، كل ده مفيش مشكله. ولو انت مش قادر تعمل في البيت او عندك مشكله، انزل الصيدليه قول له عايز وجبه للاسهال، في حاجه اسمها رير الخاصه، بيبي كانج، كان في زمان ملوبه خاصه، الوجبات دي زي السيريلاك بس معموله لايه؟ للاسهال وبتعوض. وهو مش هتلاقي ليه نفس الاكل قوي، هو على اخره رضاعه او سوائل او ميه رز او ملهوف على الميه ياخد محلول جفاف. الممنوع خالص، اسمعوا بقى الممنوع عشان ده مهم جدا جدا جدا، اياك تدي برتقال، البرتقال، الكوسه، اليانسون، الاعشاب، الاعشاب واليانسون تزود الاسهال، البرتقال يزود، الكوسه تزود، المياه الغازيه ممنوعه، السكريات، البسكوت، السريلاك، كل ده يزود الاسهال، ماشي. كل ده يزود ايه الاسهال. المنتجات الالبان اثناء الاسهال مش مستحبه، اللبن والزبادي والكلام ده مش مستحب قوي، في اطفال ما بتستحملوش وبيعمل اسهال زياده. البروتينات الحيوانيه زي اللحمه وزي البيض وزي الكبده وزي كل ده مش مستحب. هو الهضم بيبقى متاثر جدا في الوقت ده، فبيحتاج حاجات سهله الهضم، ميه رز، شوربه، بطاطسيه مسلوقه، حاجات سوفت كده الجسم يعرف يتعامل معاها، ما عندوش انزيمات تقطع وتهضم في الوقت ده عشان تدخل حاجه زي كده وتبوظ الدنيا. والمهم عندي في تعليمات الاكل دي، انت خلال 3 ايام 4 ايام ان شاء الله الاسهال بيتحسن والدنيا بتتحسن، قدامك 3 ايام بعدهم من التحسن اوعى ترجع للاكل العادي بسرعه، لان الرجوع بسرعه بيحصل انتكاسات وبيحصل مشاكل وبيرجع الاسهال اسوأ من الاول، تمام. طيب ايه الحاجات اللي خلي بالنا ونحذر منها اثناء الاسهال والتعب؟ ما تتاخرش، يعني انت قعدت يوم يومين وعمال تجتهد
والولد عمال يعطش زياده وينشف زياده وبوله يقل وشكله مش كويس وهبطان وتعبان وانت قاعد في البيت بتقول هيخف، ممنوع. انزل لاقرب مستشفى او اقرب دكتور. ماشي. في امهات غريبه جدا في عز ما هو الطفل عنده نزله معويه وتعبان ومش طايق ريحه الاكل ومش قادر وتعبان، وهي مصممه تاكله اكل العادي، يا دكتور يعني هي سايبه الترجيع والاسهال وانه هيخش المستشفى وعلق محاليل ولازم ياكل. ياكل فين؟ حضرتك لما بتكوني تعبانه وعندك نزله بتطيق ريحه الاكل، طب ما هو بني ادم زيك. طب ليه بتضغط عليه الضغط ده؟ ما تسيبيه براحته، هو تعبان وعشان هو تعبان مش هياكل، والجهاز التعبان بيوقف، هو الجهاز الهضمي مش قادر يهضم فموقف، فسبحان الله هو بيعالج نفسه بنفسه، مالكيش دعوه انت بقى، ما تتدخليش وما تقعديش تبوظي الدنيا. تمام؟ طيب من الحاجات برضو المهمه جدا اللي هو لسه كنا منبهين عليها، ما تسرعش في رجوع الاكل الطبيعي واقول ده هفتان وبقى له يومين ما بياكلش ومش عارف ايه، فهو بدات النزله تروح والترجيع يقل والاسهال يقل فنفسه اتفتحت فعايز ياكل. تمام؟ معلش يا جماعه الكاميرا بتتحرك بس كده، ايه هثبتها. تمام تمام ماشي. فهو عايز ياكل فتروحي انت بقى فرحانه وتروح بقى عامله له نفسك في ايه؟ طخ طخ طخ، تلاقي ايه؟ الاكل بوظ الدنيا والاسهال رجع والنزله رجعت تاني. من الحاجات الخطيره جدا في التنبيه موضوع بواقي الاكل، ساعات الطفل يكون كل من معلقه وطبق ومش عارف ايه وفضل شويه، فاقول طب بالليل اكملهم له، لا ده مش مستحب بالذات في الصيف، او ان انا بقيت الاكل تاني يوم او احطه في الثلاجه، لا خلي الاكل فريش باستمرار، لان ركنه الاكل وبيات الاكل والكلام ده بيعمل مشاكل جامده. الخلاصه يا جماعه في النزله المعويه السوائل تعويضها مهم اهم من العلاج، ما بنديش ادويه تمسك البطن زي مش عايز اقول اسامي بس يعني معظم الحاجات اللي هي زي الكابكت والسميكتا والكلام ده مش مستحبه، بناخد مطهرات للبطن بنعوض السوائل، الرضاعه الطبيعيه بتزيد، ولو بيرضع طبيعي دي علامه كويسه هيسيب كل حاجه والاكل ما يهمنيش خالص ويرضع طبيعي وياخد محلول الجفاف. يعني لو طفل بريست فيلينج بيرضع من مامته وياخد مامته كرضاعه وياخد محلول جفاف، يا سلام، ده اول ما بنسمع الخبر ده ان هو بيرضع طبيعي وعنده نزله معويه بنبقى مطمنين 90% مش هيخش المستشفى. وكنت مره جربت ان انا اسال في مره في الاطفال المحجوزه عندنا في قسم الاطفال في النزلات المعويه، يا جماعه احنا مثلا حاجزين 10 اهو في عز النزلات والجفاف والكلام ده، نعمل تيست كده نسال ال 10 امهات دول مين بيرضع طبيعي ومين صناعي؟ العشرة بلا استثناء رضاع صناعي، بلا استثناء، نادر جدا تلاقي واحد بيرضع طبيعي وداخل وصل من نزله معينه يخش بجفاف ويخش المستشفى. متخيلين؟ فالرضاعه الطبيعيه مهمه، السوائل تعويضها مهم، المطهرات، الحراره كمادات وسوائل وتعويض سوائل، القيء من الاول لازم يقف، والقيء من العلامات المهمه في النزله المعويه ومع الاسهال، لان القيء لو استمر اكتر من يوم وما بيوقفش بالحقن او باي مؤثر قوي لتثبيت القيء، معنى كده ان قد يكون عنده مشكله، اب تو ان في نوع من انواع النزلات المعوية بيحصل التفاف للأمعاء حوالين بعضها، ولما بتلتف حوالين بعضها دي لازم عملية جراحية لفتح البطن وفك الأمعاء. أنت متخيل إن الطفل عنده إسهال وترجيع وتاني تالت يوم حصل التلبك ودخل عمليات وفتح بطنه؟ ده كان نزلة معوية، هو مش جراحة خالص من الأول. فالحاجات برضه فيها أبعاد تانية، مش كله كده بس لازم نخلي بالنا. مهم جدا نركز في الكلام ده لأن اليومين دول حالات الإسهال والترجيع كتيرة. طيب الوقاية من الإسهال، الوقاية من الإسهال غسيل الايدي زي ما احنا ماشيين مع الكورونا، غسيل الخضار والفاكهه، مصادر الاكل من البيت، الاكل ما يباتش، الاكل فريش باستمرار، بواقي الاكل ما تستعملش، نغسل ايدينا قبل وبعد الاكل، ده مهم جدا عشان نبقى محافظين على نظافتنا. والتطعيمات، هل في تطعيم للاسهال؟ لا، هو في تطعيم اسمه تطعيم الروتا لفيروس معين من فيروسات المسببه للنزلات المعويه اللي هو فيروس الروتا، وده بيتاخد في الاطفال اقل من 5 شهور او 6 شهور حتى دلوقتي ممكن نديه جرعه اولى. تمام؟ اللي عدى السن ده طبعا ما ينفعش ياخده خلاص، لكن هو لازم يتاخد، وبيتاخد فيه منه نوعين، نوع جرعتين ونوع 3 جرعات. طبعا كل ما البيبي يجي لنا بدري بيكون افضل، لان في اطفال بتاخده من اول 6 اسابيع، يعني عنده شهر ونص يبتدي اول جرعه 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 3 جرعات، او شهر ونص وبعد كده جرعه وخلاص جرعتين، ده نوع وده نوع، الاثنين كويسين ان شاء الله. الخلاصه لو انت عايز ابنك ما يجيلوش نزله معويه مرعبه ولا تخوف ولا فيها مشكله، من اول ما يتولد رضعه طبيعي، من اول ما يتولد يديله تطعيمات النزلات اللي هي بتاعه الروتا وخلافه، من اول ما يتولد حافظ على نوعيات اكله ونظافه اكله واكله الصحي، وخلي بالك من الهيجين، الصحه والسلوك والنظافه الشخصيه للطفل. اطيب تمنياتي لحضراتكم ولاولادكم بالصحه والعافيه، واتمنى ان انا اكون افدتكم النهارده. سلام.